لم تنتكس الفطر على مر التاريخ إلا في مرتين، في زمن لوط وهذا الزمن الذي نحن فيه. ولو كان ثمة نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لبعثه الله عز وجل في هذا العصر. يوجد مسخ لم تشهده البشرية حتى يصبح الرجل يأخذ بجواز السفر فلان ابن فلان زوجته فلان ابن فلان ثم يسافر معه في الطائرة إلى جميع دول العالم. هذا لم يحدث في تاريخ البشرية. حتى في قوم لوط ما كان موجود بمثل هذه الصورة. ولهذا نقول هذا من عظائم الأمور التي ينبغي للإنسان أن يقوم بأمر الله عز وجل فيه. والأمة بحاجة إلى حاكم مصلح يقوم بالمنادات بإعادة الناس إلى الفطرة. الغرب ليس صراعنا معهم الآن صراع إسلام فقط، صراع إنسانية، صراع بشرية، صراع فطرة بحاجة إلى إعادتهم من حياض البهائم إلى حياض البشر. ثم بعد ذلك يأتي خطاب الإسلام. من يدعو إلى هذا؟ وللأسف الشديد مع أننا أصحاب فطرة وأصحاب دين حق نخجل من ذلك. لأجل ماذا؟ لأن لديهم طائرة تطير ولديهم حاسب ولديهم جوال، انتهى الموضوع. وبعد ذلك كل شيء يصبح في هذا صحيح. ولهذا انبهرنا بالمادة ونسينا الفطرة، ونسينا الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها.